علق الجيش السوداني مشاركته الأربعاء في محادثات برعاية الولايات المتحدة والسعودية لوقف إطلاق النار، متهما قوات الدعم السريع بالفشل في الإيفاء بالتزاماتها. وأقر الوسطاء في المحادثات الجارية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر انتهاك الطرفين الهدنة مرارا، لكنهم تجنبوا حتى الآن فرض أي عقوبات على أمل إبقاء طرفي النزاع على طاولة المفاوضات. وأفاد مسؤول في الحكومة السودانية طلب عدم الكشف عن هويته إن الجيش اتخذ القرار بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وأخرقهم المستمر للهدنة. وأفاد الوسطاء الأمريكيون والسعوديون إن طرفي النزاع وافقا على تمديد هدنة إنسانية خرقاها مرارا خلال الأسبوع الماضي. وأعلن الوسطاء تمديد وقف إطلاق النار الحالي ليمنح ممثلو العمل الإنساني مزيدا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي. وأعلن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال زيارة للقوة في العاصمة أن الجيش جاهز للقتال حتى النصر، في حين قال الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوة الدعم السريع أن القوات ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها، واتهم الجيش بانتهاك الهدنة. احنا ما قدرنا نستخدم القوة المميتة، القوة القصوى لازم استخدمناها. الله أكبر. لكن إذا العدو ما انصاع وما استجاب حنضطر نستخدم الصحوة عندنا. الإعلام مضلل، ما تسمعوا كلاما في إعلام. القوات الرئيسية كلها قاعدة موجودة. الجيش ما هنا بس، الجيش في كل السودان. والجيش كل الشعب السوداني. كل جيش الآن كلهم واقفين معاكم. في هذه المعركة. احنا عندنا كل الفرق الآن، كل المناطق العسكرية مسيطر عليها وكلها بقوتها كاملة. عندنا أي فرقة عسكرية أي حاجة. قوية. نحن ممكن كل الشعب السوداني الآن متحد للقوات المسلحة. صحيح في هدنة، نحن الهدنة دي قاصدين منها أن الخدمات تمشي لأهلنا.